حمدا لمولانا المجيب وشكرا للمهيمن والرقيب. وصلي يا إلهي ثم سلم على طه الملقب بالحبيب، وأسأل الله للأم الراحلة أن تكون في الجنة مع أغلى حبيب. حبيبي يا رسول الله، صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لسيدنا رسول الله. يقول أحد الصالحين حكاية عن خليل الرحمن إبراهيم عند ذبح الغلام، والذي كان ينتظره بعد 86 عاما، فحينما أكرمه الحق سبحانه وتعالى بهذا الولد أمر في منامه أن يقوم بذبح الغلام. فقال أحد الصالحين هذه القصة العظيمة في هذه الأبيات الكريمة، يقول: فاضت بالعبرة عيناه، أضماه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته، تتندى بالدمع لحاه، ينتظع الخطوة مهموما، والكون يناشد مسراه، وبني جاء على كبر يتعقب في السير أباه، والحيرة تشغل كاهله، ويقص الوالد رعياه: أمرت بذبحك يا ولدي، فانظر في الأمر وعقباه. فأجاب الابن بلا جزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لا أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا، واستسلم ابن لرضاه. أرأيتم قلبا أبويا يتحمل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضى، وتهز الكون ضراعته، ودعاء يقبله الله، وينادي الحق ورحمته، سبقت من قبل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فدينا. أيها الأحبة الكرام، مواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية تكريما للأم الراحلة، أسأل الله أن يتقبلها في الصالحين وأن يلهم آلها وزويها الصبر والسلوان. مشاركة للمعلم صبحي غريب، المعلم غريب صبحي غريب، أستاذ فتحي صبحي غريب، ومشاركة لعائلات ندى لمدينة القنايات يشكرون لكل من شرف العزاء الليلة. وإلى السيدة النائبة عضو مجلس النواب الشرقية المهندسة إيمان خضر يشكرونها على أداء واجب العزاء، ومن جميع القيادات بوزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية يشكرون لكل من شرف العزاء الليلة. أيها الإخوة الأحباب، شرفت الليلة وشرف المكان بعلم الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ الإذاعة.
الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمركز ومدينه الزقازيق شرقيه، وشرفت الليله وشرف المكان بالاخ الحبيب فضيله القارئ الشيخ محمد ايمن عبد العزيز القارئ والمقيم بالسناجرة مركز ابو حماد. اسال الله ان يبارك في اهل القران، هو ولي ذلك والقادر عليه. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اخير الناس تلاوه للقران من اذا سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى الله. وهذه صفه في هذا القارئ العظيم، ولا نزكي على الله احدا. التلاوه الان نعيشها بصحبه علم من اعلام التلاوه وقطب من اقطاب الاذاعه المصريه، المعدن الاصيل والصوت الجميل والخلق النبيل، قارئنا فضيله القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل، قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي بمصر والعالم الاسلامي، والمقيم بمركز ومدينه الزقازيق الشرقيه، والذي سنسعد بسماع فضيلته الان يتفضل مشكورا ليتلو علينا لما تيسر له من ايات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا
لكم الأنعام
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا
وبشر
وإلهكم إله واحد فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلنا لكم من شعائر الله Shut up!
فيها خير لكم فيها خير لكم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لن ينال الله لحومها ولا دماء سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. حجاج بيت الله طوفوا واسعدوا بالقرب منه واسألوه متابا. الله جمعكم بأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا طابا. أحرمتم يا سعدكم هللتم يا حظكم كبرتم الوهابا. فامضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الأبواب.
أيها الإخوة الأحباب، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة والتي عزف بها قارئنا على أوتار قلوب مستمعيه الليلة، إذ كانت التلاوة من سورة الحج، وقد استمعنا واستمتعنا بها بعلم من أعلام الإذاعة وقطب من أقطاب التلاوة بالإذاعة المصرية والعالم الإسلامي، ذاك المعدن الأصيل والصوت الجميل والخلق النبيل، ألا وهو قارئنا فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي بمصر والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمتقن والمجيب، والذي دائما وأبدا في كل لقاء نسعد منه بسماع الجديد، والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق الشرقية، أسأل ربي أن يشرح صدره بالقرآن وأن يرفع شأنه بين أهل القرآن، وأن يحشرنا وإياه في زمرة أهل القرآن يوم القيامة، هو ولي ذلك والقادر عليه. استمعنا للتلاوة من خلال الهندسة الإذاعية، المهندس السيد شحتة أبو بكر والمقيم ببنيوس مركز الزقازيق، وأيضا السرادق المقام ومخازن الفراشة الكبرى الحج السيد النحال بالزقازير، ولؤلؤة الأنوار الحديثة ومحطات الديزل العالمية والمتنقلة عبر محافظات الجمهورية، والتي تدار برعاية حج السيد أبو ضلوع وأولاده، أيضا بمركز ومدينة الزقازيق شرقية، ومن خدمات الضيافة المتر إبراهيم حسن مشتول القاضي مركز الزقازيق، خدمات الضيافة الدولية والمتنقلة عبر محافظات الجمهورية، وأيضا من هندسة الهواء والتصوير والإخراج عبر شبكات الإنترنت العالمية، المهندس الحبيب أستاذ ناصر صلاح الذي أخذ الساحة باكتساح، والمقيم بمركز ومدينة الزقازيق. أشكر للجميع معنا في هذه الليلة القرآنية باسم المعلم صبحي غريب، المعلم غريب صبحي غريب، أستاذ فتحي صبحي غريب، وعائلات ندى بمدينة القنايات شرقية، يقدمون الشكر لكل من شرفنا واجب العزاء، شكر الله سعي الجميع.